تسريبات مهمة عن هاتف أسوس الجديد الـ ROG 3. شركة HTC تطلق فعلياً أجهزة جديدة، وجوجل للأسف تؤجل عملية إطلاق البيكسل 4A. والمزيد من الأخبار التقنية السريعة الخفيفة إن شاء الله، فخليكم معي لآخر الأخبار التقنية. السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار، ورحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز. أهلا وسهلا بالجميع. لكل شخص مش مشترك بقناتي، فرصة تدعمني باشتراكك في هذه القناة. وأبدأ أخباري بالخبر الأول مع سامسونج. سامسونج تجهز لإطلاق تابلت جديد. هذا التابلت حيكون هو التاب S7، ولكن الجميل في الموضوع أنه في عنا التاب S7 وفي عنا التاب S7 بلس، وهذا البلس هو أنا بصراحة يعني أنا هامني أكثر. شكل التابلت جميل، كاميرتين من الخلف، كاميرا أمامية، في نحافة واضحة على التابلت يعني 5.6 ملم، وهذا رقم مهول بصراحة لتابلت زي هيك. تاب S7 بلس راح يملك شاشة 12.4 انش، وراح يدعمها معالج سناب دراجون 865، بالإضافة إلى شاشة عند المعدل التحديث 120 هرتز، وبطارية 9800 ملي أمبير. الخبر الثاني عن شركة أسوس. طال انتظارنا هاتف أسوس للألعاب اللي هو الـ ROG اللي شفناه، شفنا ROG 1، ROG 2، وحاليا يتجهز ويتسرب معلومات عن هاتف الـ ROG 3. من ناحية تصميمية لا أعتقد أنه في فحيكون فرق كبير بالتصميم، وأنا بالنسبة للتصميم مش مهم لأنه هو هاتف ألعاب، بهمني الأداء. في الأداء رح على الأغلب نشوف يعني أداء مذهل. أول إشي المعالج حيكون سناب دراجون 865، بس انه هذا مش جديد انا عارف، ولكن الجديد في الموضوع راح يعملوا اوفر كلوك للمعالج، راح يزيدوا السرعه تبعت المعالج، وهي حركه ممتازه. الشغله الثانيه راح نشوف 16 جيجا بايت رام على هذا الجهاز. الشغله الثالثه حنشوف شاشه 144 هرتز الريفرش ريت تبعها. ومن التسريبات اللي تسربت، فحص هذا الجهاز على برنامج او على موقع AN22، حصل أكبر رقم ممكن، حصل 646,000 كذا كذا نقطة. وعشان تقارن الأوبو فايند إكس 2 برو حصل 604,000 نقطة. وإن شاء الله إن شاء الله إنه في الشهر القادم موعد إطلاق هذا الجهاز أو حتى الإعلان عنه. فهل أنت متحمس لهيك هاتف؟ نرجع بالخبر الثالث لشركة سامسونج التي أعلنت إنه هاتفها الجديد الجالكسي A71 بس الذي يدعم الـ 5G سوف يصل إلى أمريكا. طب حتقول لي شو الجديد في الموضوع؟ بدي أقول لك أنه الجهاز حيكون سعره $600 ويدعم الـ 5G ولا يملك معالج الإكسنس 980، وإنما معالج سناب دراجون 765، لأنه أمريكا بس تقبل سناب دراجون. طبعا ليش سامسونج رايحة بهيك سعر؟ لأنه الهاتف اللي بسموه بودجت فون اللي بيدعم 5G في أمريكا الوحيد هو ون بلس الذي يدعم 5G وسعره $700. هذا الجالكسي A71 حيكون سعره $600. بصراحة أنا شايف الرقم كثير كبير على الجهازين. شو رأيكم أنتم؟ $600 على هيك جهاز؟ لما إحنا بنشوف الأجهزة الصينية شو بتقدم والأسعار اللي بيقدموها بتتفاجأ، صح؟ الآن نحكي عن شركة جوجل. شركة جوجل مع هواتفها البيكسلز دائما في مشاكل. أنا من الناس اللي بحب هاي الهواتف، ولكن يعني بحسها مش عمالة جوجل بتقدم هاتف يمثلها. اوكي عندنا جوجل بيكسل عليه النظام افضل نظام وعليه كاميرا ممتازه، بس خلاص وقف هون. طب اعطينا هاتف وسعره غالي، انتم بتبيعوا الجهاز بسعر غالي، اعطونا هاتف اداؤه ممتاز، سعره ممتاز، والمواصفات ممتازه. مش معروف. على كل حال شفنا منهم هواتف متوسطه اللي هي البيكسل 3A و3A XL، وهذا بصراحه كان يعني اجراء انا حبيته لانه سعر $400 وبتاخذ قاعد افضل كاميرا في هاتف متوسط، ما بتاخذ افضل اداء بشكل عام، ولكن بتاخذ فعليا افضل كاميرا. في ناس بيدوروا على الكاميرا، وبتاخذ طبعا نظام جوجل الخام المرتب الحلو. في كان تسريبات انه في جوجل بيكسل 4A لكن تم تاجيله بسبب الكوفيد 19 او بسبب الفيروس اللي معبي الدنيا حاليا، ولكن في تسريبات حاليه بتقول انه بشهر 7 ان شاء الله، في نص 7 ممكن نشوف اعلان لهذا الهاتف، وانا اتمنى ذلك، اتمنى نشوف اعلان لهذا الجهاز بمواصفات ممتازة، بكاميرا ممتازة، وبسعر منافس. يعني إذا أبل أعطتنا أسعار منافسة، جوجل دورك تعطينا سعر منافس. يلا شدي حيلك. وخبر سريع عن شركة مايكروسوفت. هي أعلنت عن هاتف السيرفس دو. هذا أول هاتف من مايكروسوفت بأندرويد في عالم أندرويد، وعنده شاشتين أو قابل للطي. يبدو أن الشركة راح تسرع موضوع
اطلاق هذا الجهاز، لانه سامسونج بشهر 8 راح تطلق الفولد 2، فهي بدها تطلق السيرفس 2 لانه هي بنظرها انه هذا حينافس الفولد 2، وانا برايي ما راح ينافس، ولكن بدها تطلق هذا الجهاز، اتمنى تطلقه بسعر يكون فعليا منافس. والان الخبر الاهم، شركه اتش تي سي، احنا فكرنا الشركه ماتت، الشركه سكرت بطلت تنتج، ولكن نتفاجأ انه بتطلق جهازين، ال HTC ديزاير اللي هو 20 برو هذا الجهاز الاول، والهاتف الثاني هو ال HTC ديزاير ليو 20 5G. طبعا الجهاز الاول يملك سناب دراجون 665، حاطين كلمة برو مش عارف ليش برو بصراحة، ورام 6 جيجا مع سعة تخزينية 128 جيجا، اوكي، وبطارية 5000 ملي امبير مع 18 واط، تمام. اما اليو 20 5G فهو يملك سناب دراجون 765 الحمد لله، وسعة تخزينية 256 جيجا مع 8 جيجا بايت رام، والبطارية 5000 مع 18 واط شحن سريع. هل انا كثير تحمست على هذا الموضوع؟ لا والله مش كثير، بس يعني حاب اشوف هذا الجهاز الثاني وحاب اعرف قديش سعره، لم يذكروا اسعار، فاتمنى يحكونا اسعار ان شاء الله. اللي بيتابعنا على انستغرام واللي بيتابعنا على صفحتي على الفيسبوك، انا بالعاده بنشر اخبار زي هيك اذا وصلتني اخبار عن الاسعار، فتابعوني على انستغرام، تابعوني على فيسبوك لحتى تشوفوا الاخبار. اتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه السريعه ان شاء الله، لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتابعونا على انستغرام، بشوفكم في الفيديو القادم، الى اللقاء.